خفة الصبحية. نورهان بكار، صباح النور. بخير، شنو أحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. تحسك ما زلت في الطريق تمشي مروحة من المرشي؟ بعثت لنا تصاور المرشي، حسب ما نشوفه في الأسعار فما اللي في المتناول وفما اللي ما هوش مش يتناول المواطن أصلا. أي فرحانة، يلا قل لي. عنا اليوم الدجاج ب 5000، الحم الهبرة 27800 والمخلط 17800، الحوت الحمراية 12500، الوراثة 14، القاروس 18900. أيوة. بالنسبة للغلة عنا العصير 13800، الرقدان 18800 و2000، المدنينة 2000، والفريز 8000، التفاح 5900، واللين 6800. أيوة. والخضرة طماطم 15800، الفلفل 18800، القارص 2500، البطاطا 15800، جلبانة 2500. بيه اليوم هكا مرقة جلبانة تبدأ حلم زميتها هكا زهرة بالحمل علوش، دبارة هايلة ممتاز. أي. البروكلو دينار، والخضر الورقية على 800. ما زالت ب 800 الخضر الورقية؟ لا وليت ب 800، كانت ب 500 و700. البارح والله قلت لي ب 800 يا نورهان. 800 كوكي. قلت له كوكي. شكرا ليك نورهان، شكرا ليك، مشكورة نورهان، شكرا ليك. بالطبيعة شوي آخر زادة باش نسمعوكم خدمتها في الإعداد، ديما فتاة الميدان تكون معاكم في الشارع وتسألكم ويكون الميكرو ليكم وتكون الكلمة زادة ليكم. كانت هذه قفة الصبحية. قفة الصبحية بشغب سيدة المخرج أحلام زم